عليك. على بركة الله. الله وفقني إن شاء الله. نرسل قافلة التواصل والأخوة إلى أربع ولايات متضررة: ولاية خنشلة، ولاية سكيكدا، ولاية تيزي وزو، وولاية جيجل. هذه الولايات ستستقبل إن شاء الله أكثر من 40 شاحنة فيها معدات غذائية وكذلك معدات طبية لمستشفى تيزي وزو متعلقة بالحروق وما إلى ذلك. هذا نموذج في الحقيقة للخير الذي يعطيه الشعب الجزائري، المواطن الجزائري، تضامنا مع إخوانه، وما هي إلا عنوان لحملة كبيرة تقوم بها أيضا مؤسسة المسجد في الولايات الأخرى وكذلك يقوم بها الشعب الجزائري. فهنيئا لهذا الشعب بهذا التضامن، بهذه الوحدة التي لا يمكن أن يشكك فيها أحد.